السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنراجع مع بعض ما كانت الحلقة VGR V055 Professional Hair Trimmer. المكنة ديت مكنة الحلاقة دي صيني وبتيجي مع 4 أمشاط وهنفتحها ونشوفها. الوزن المبدئي العلبة وزنها خفيف. ادي مكنة الحلاقة، مكنة الحلاقة طلعها، مكونات العلبة، نبعد الغطا. أول حاجة مكنة الحلاقة نفسها، بعد كده نلاقي الزيت، كابل الشاحن، ومشط، والتاني والتالت والرابع. اهوت انا طبعا فكيتها وركبته عشان بس ابص عليها. وبعد كده عندنا 4 أمشاط وادي الكابل وفرشة التنظيف واخيرا الكتيب بتاع الاستخدام. وبكده محتويات العلبة فضيت، مفيش غير البلاستيك اللي ماسكها. طيب تعالوا نشوف موضوع الكابل دوت. مفيش بيجي معاها شاحن، لكن هو بيشحن عن طريق الشاحن العادي. الكابل بتاعها اذا شفته من هنا كده كابل مميز شوية، خدوا بالكم لحسن ممكن يضيع او حاجة او يتلف، لكن الناحية التانية USB عادي جدا. طيب المكنة مبدئيا كده مكنة الحلاقة وزنها خفيف جدا، حوالي يعني ما تتجاوزش الربع، 200 جرام تقريبا. المكنة مكتوب عليها الانبوت 5 فولت، الانبوت 5 فولت 1 امبير تقريبا كده واضحة. ومكتوب تشارج تايم 1.5 ساعة و made in People Republic of China، جمهورية الصين الشعبية تقريبا. طيب الزرار دوت بيقدم المشط لقدام درجة ودرجة، يقدمه ويرجعه ويرجعه، يقدمه ويرجعه. أما الزرار التاني فهو لتشغيل الماكينة وهنسمع صوتها. الماكينة فيها هزة، يعني مش الاهتزاز اللي هو بتاع ماكينة الحلاقة طبعا، لا ما ده اللي انا اقصده. اللي انا اقصده ان فيها زنة في البلاستيك، فيها زنة في البلاستيك بتاعها او في الجسم بتاعها. يعني مش مجرد ان انت بتحس بالفايبريشن بتاع الموتور، لا، انما الموضوع مش مجرد فايبريشن، الموضوع فيه صوت زنة خاصة بالبلاستيك. البلاستيك بمفكوك من مكانه او لوزي، مش تايت. فبالتالي برضو دي من الحاجات اللي مش كفاءة قوي، لكن المكنة عموما مقبضها كويس تقريبا قد ريموت، اصغر من ريموت الكنترول. خلينا نقول ادي الابعاد بتاعتها، المربع من دوت 1 بوصة، كده الأبعاد بتاعتها واضحة. ف إن شاء الله تكون مراجعة بسيطة وبتيجي من غير شاحن. هي كويسة للسوالف، كويسة لتقصير الشعر بطريقة يعني غير احترافية، يعني استخدام الشخصي قوي واستخدام شخصي خفيف كمان. هذه المكنة وسعرها بيتراوح من 120 لحد 150، في 150 جنيه مصري، من أول 120 لحد 150 جنيه مصري حسب المكان اللي بتشتري منه، حسب الوقت اللي هتشتري فيه. ويا رب يكون المراجعة بسيطة وخفيفة، ونشوفكم على خير في مراجعة لحاجة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.